بسم الله الرحمن الرحيم طلابي الاعزاء طلاب صف ثاني دلوقتي حبايبي هنبدا نحل تمارين على الكسور اللي سبق شرحها في فيديو قبل كده هنبدا رتب الكسور التاليه تصاعديا تصاعديا يعني ايه حبايبي ها ها برافو عليك يعني من الصغير للكبير طيب هنشوف اصغر كسر عندي مين انا عندي واحد على ستة واحد على ثلاثة ثلث وتسع وربع واحد على اربعة هلاحظ حاجة حبايبي ركزوا معايا هنلاقي البسط اللي هو العدد اللي فوق واحد 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 متساويين وعشان كده هنبدأ نبص للعدد اللي مكتوب تحت اللي هو بيسمى المقام عندي ستة تلاتة تسعة اربعة هقول على حاجه كل ما بنلاقي العدد اللي تحت اللي هو المقام زاد وكبر ده هيخلينا ناخد إن الكسر ده هو أصغر كسر فيهم كلما زادت قيمة المقام قلت قيمة الكسر وكلما قل المقام زادت قيمة الكسر وعشان كده هيكون عندنا أكبر عدد فيهم مين يا شاطرين ها سامعيكوا أيوة يلا معايا أكبر عدد أستاذة تسعة برافو هيكون واحد على تسعة هو أصغر عدد. أو أصغر كاس فيهم وهنكتب واحد على تسعة أي تسع برافو طيب خلاص أخدنا واحد على تسعة من يليها سوتس واحد على ستة برافو وده الكسر اللي يلي واحد على تسعة أخدنا السوتس خلاص برافو عليكم حبيبي أحسنتم عندي بعد كده المقام ثلاثة والمقام أربعة من أصغر الأربعة أصغر الربع كلما زاد المقام كلت قلت قيمة قيمة مين الكسر ويتبقى أخيرا وهو أكبر كسر فيهم الواحد على الثلاثة أي سلس برافو حبيبي بعد كده عندي واحد على اتنين نص واحد على ثمانية واحد على خمسة سلس طبعا هنرتب تصاعدي يعني من الصغير للكبير برافو أصغر كسر عندي هو أكبر أج... صاحب أكبر مقام أكبر مقام فيهم تمانية برافو عليكم أي سمن وهو يكون أصغر كسر فيهم وهنبدأ بيه برافو أخدنا خلاص التمن هنبدأ يشوف من ليه ها اتنين خمسة تلاتة برافو واحد على خمسة سمعاكم أحسنتم أحسنتم صف تاني الشاطرين المبدعين برافو أخدنا واحد على خمسة خلاص من يليها ثلث أم نصف ثلاثة أم اتنين ثلاثة ثلاثة أستاذة برافو صف تاني ثلاثة أي ثلث وأخيرا يأتي مين نصف اللي هو الواحد على اتنين هتقولي أستاذة ما حذفناش الثلث حذفناه أهو واحد وأخيرا هنرتب واحد صحيح وسدس ونصف وتوسة واحد على تسعة صاحب أكبر مقام هو أصغر كسر أي واحد على تسعة برافو يا شاطرين واحد على تسعة ويليه واحد على ستة ها برافو واحد على ستة أستاذ أحسنتم حبايبي برافو عليكم وثم مين ثم نصف نصف واحد على اتنين وأخيرا يأتي أكبر اكبر عدد فيهم هو الواحد الصحيح طب دلوقتي هنيجي لحاجه تانية دلوقتي ضع اكبر او اصغر او يساوي هنرتب او هنقارن ازاي برضو انا هنا عندي سم واحد على تمانية هنا عندي واحد على ستة قلنا المقام الاكبر هو صاحب الكسر الاصغر هنا المقام تمانية هنا المقام ستة من تمانية بالنسبة للستة ايه لا التوم استاذة التوم اصغر من سوتس برافو هنا عندي نصف وهنا عندي ثلث، المقام اتنين والمقام تلاتة، الاتنين أستاذة أصغر بس يكون كسرها أكبر، يبقى نصف أكبر من ثلث، وأخيرا سدس وواحد الواحد الصحيح أعزائي حبايبي طلاب صف تاني أكبر من أي كسر عندي، أحسنتم، أتمنى حبايبي إنه يكون الموضوع سهل. و ان شاء الله باذن الله ونطبق الجزء المتبقي في ال